بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيلم القصير أود أن أبشر الرياضيين وأصحاب الصلاة الرياضية بأن زيوتنا التي تحتوي على خلاصة عشبية موزونة من أعشاب غذائية آمنة يمكن أن تستخدم للمساج، مساج الجلد ومساج العضلات ومساج حتى العظام. والحقيقة إنه المساج بزيوت الأعشاب له مدارس كبيرة وهو علم كبير، وسنبدأ بإذن الله في الموقع بعرض كثير من هذه المعلومات بإذن الله، وتعليم الناس كيف يمكن بوسائل بسيطة أن يغيروا نمط حياتهم ويستفيدوا فوائد صحية كبيرة. فمثلا المدخنين لديهم مساج خاص للرئتين يساعدهم في إطراح البلغم والتخلص من هذه الفضلات والسموم التي تراكمت لسنين طويلة. ليس هذا فقط، مرضى السكري لديهم مساج خاص عميق للبنكرياس الذي يساعد في تحسين أداء البنكرياس وإفراز البنكرياس وفعالية الأنسولين، وتتحسن قراءات السكري عندهم بإذن الله. حتى لمرضى ضعف عضلة القلب وتصلب شرايين القلب هناك مساجات خاصة بإذن الله تساعد بشكل كبير في تحسين وظائف عضلة القلب بإذن الله تعالى. وأيضا تشير الدراسات أن مرضى التهاب المفاصل الذين يعانون من التهاب مفاصل هناك مساجات خاصة يجب أن تجرى بطريقة محددة تساعدهم في تحسين وتخفيف الألم، وهذا باستخدام أنواع معينة من الأعشاب وزيوت الأعشاب. بقي أن نقول أن الرجال والنساء المصابين بالعقم أو الضعف الجنسي هناك مساجات خاصة بأنواع معينة من الأعشاب وزيوت الأعشاب تساعدهم بإذن الله في تحسين هذه الوظيفة. تابعونا في الموقع سنعرض كل ذلك، وكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.